بعد الصلاة هنأ المسلمون في الولايات المتحدة بعضهم بالعيد الكبير، لكن فرحتهم هذا العام امتزجت بهموم الأوطان النازفة مع قلق على المصير نتيجة تزايد الاعتداءات العنصرية الأمريكية. هنا المسلمين يتعرضون للابتزاز للتهديد، ولكن ولله الحمد هناك ما يرضي وما يثلج الصدر من جميع الإخوان المسلمين كمجموعة واحدة في الولايات المتحدة، وإن شاء الله نأمل خير من سواء من رابطة العالم الإسلامي ومن الأوطان العربية والإسلامية أجمعها في أنها تتحد مع بعض ليتحدون شعوبها وقبائلها خارج الأراضي. هذا الرجاء يبدو أنه لا يحظى بالإجماع بين المسلمين هنا في الولايات المتحدة. في الحقيقة نحن لا ننظر إلى يعني الحكومات العربية كناس تساعدنا نحن، بل نريدهم أن يساعدوا أنفسهم، لأن لو إذا كان لنبي إذا لم يكن لنبي كرامة في قومه أو في وطنه فكيف يكون في غير ذلك؟ جرائم القتل والتعديات المتكررة على السيدات المحجبات هاجس يلاحق المسلمين هنا، وهم يخشون من زيادته في ظل تنامي التطرف. هؤلاء الناس نشوفهم، نشوف المرأة متحجبة، يشوفوا الشخص لابس بلبس إسلامي كذا كذا، بيتعرضوا دائما في كل مكان في أنحاء أمريكا يعني، والدولة حتى هنا صامتة، ما فيش حتى لو واحد قتل الشخص في كوين، العمامة اللي في كوين، وهي جريمة إنسانية وجريمة يعني تحريض على الدين، ما عملوها جريمة، إنه عملوها جريمة عادية يعني. ورغم كل هذه المنغصات مضى المغتربون يسرقون لحظات الفرح محتفلين بالعيد تحت حراسة رجال الأمن. المسلمون في الولايات المتحدة يشعرون أنهم هانوا على الأمريكيين يوم هانوا على حكوماتهم. نزار عبود، بروكلين، الميادين.